احنا على المدرسة امبارح قصفنا الطيران واليوم بقى وخفنا، لذلك ما رحنا اليوم على المدرسة. امبارح ضربتنا الطيارة واليوم ضربتنا الطيارة، لذلك اليوم ما رحنا على المدرسة ورحنا منحب المدرسة. نتيجة الحملة الشاسعة من قبل الطيران الحربي على مدينة سراقب وعلى المناطق المحررة، فتم إغلاق المدارس في مدينة سراقب. هذا الأمر أدى لانقطاع ما يقارب 10,000 طالب عن العملية التعليمية في المدينة، وإغلاق ما يقارب 20 مدرسة في المدينة. بسبب الهجمة الشرسة للنظام المجرم على سراقب، مدينة سراقب وريفها الشرقي تحديدا، فقد أعلننا عن تعليق الدوام في مدارس سراقب وريف سراقب الشرقي، وبعض المدارس اعتمدت نظام أو دوام الطوارئ.